اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله زي الفل. من ساعه ما جيت الاهلي وما بتجيبش غير بطولات، الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله، يعني دي بداية يعني جميلة صراحة. يعني من ساعة ما جيت النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله خدت بطولات كتير. ما فيش بطوله عدت. مش عايزين نقول كده عشان تحسدش، بس جيت مع فايلر، من جيت وقت مع فايلر فايلر، من جيت وقت مع فايلر فايلر. حتى وقتنا هذا. الحمد لله. النادي الاهلي بيشتغل ازاي في منظومه التاهيل والعلاج الطبيعي؟ يعني احب اقول في الاول يعني النادي الاهلي ده حلم ان الواحد كان يحلم انه يشتغل جواه، زي اي لعيب كان بيحلم انه يلعب كوره في النادي الاهلي. كل واحد على حسب مجاله، لو ليه اي حاجه ريليتد للرياضه يعني انه يشتغل جوه النادي الاهلي، جوه المنظومه متكامله في كل حاجه. فدي حاجه صراحه يعني حاجه وسام على صدر اي حد انه يشتغل فيها يعني، وخصوصا لما يبقى الدكتور اللي هو انا يعني اهلاوي جدا من وانا انت طفل، اهلاوي اصلا؟ اهلاوي قوي يعني، بتشجع وانت بشجع من بتعالج وانت وانا بت انا ووالدي يعني بنقعد قدام الماتشات من زمان، نقعد نتفرج على ماتشات النادي الاهلي ونادي الزمالك والماتشات فانت بقى. بالنسبه لك برضو في احساس تيشيرت النادي الاهلي، لا ده الطاقم تيشيرت النادي الطبي. الاهلي، يعني تيشيرت النادي الاهلي ده يعني سواء دكتور سواء لعيب سواء اداري سواء عامل سواء اي حاجه، هو انت لابس تيشيرت النادي الاهلي. وخصوصا ان المنظومه عندنا صراحه كلنا واحد، بيتعاملوا معانا بطريقه جميله يعني، سواء المجلس الاداره كابتن سيد، يعني انا ما كنتش اعرفه خالص غير لما دخلت النادي، يعني واحد من ارجل الناس اللي الواحد ممكن يتعامل معاها في حياته يعني. ما حدش بيتدخل في شغل حد، طالما انت ماشي على اسس علميه سليمه وانت بتتكلم بالمنطق. هم عندهم ريزلتس، اهم حاجه عندي نتيجة. النتيجه، انا النتيجه بتاعتي ايه، ده هيلحق ده مش هيلحق، وخصوصا لما يبقى الجهاز الطبي كله حاجه متعاونه والناس بتحب بعض.